إذا كان علماء الإسلام من السابقين والمعاصرين لم يحيطوا بتفسير القرآن الكريم علما، فكيف يترجمونه إلى اللغات العجمية؟ يترجم الله لهم، ما أحد يستطيع أن يقول أنه حاط علما بكل ما في كتاب الله، وإنما يأخذ منه ما يسر الله له، وفق كل ذي علم عليم، فكل مفسر كل مترجم على حسب ما أعطاه الله من العلم، يفسر ويترجم إذا كان عنده علم ويجتهد يستقي الله، ولا يلزم من هذا يكون محيطا، ولا يلزم من هذا يمنع، كل على حسب ما اعطاه الله من العلم. ولو قيل لا يترجم ولا يفسر ولا يتكلم الا من احاط علما بالقران والسنه ما تكلم احد، كل واحد عنده نفس.